بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله سأقدم لكم وصفة جميلة جدا من أنواع الحلويات الفلبينية. هذا الفيديو أرسل لي من صديقتي وأختي ليندا. أتمنى ينال إعجابكم ورضاكم يا رب العالمين. فهذا الفيديو مقدم بصوتها هي إن شاء الله. وتفضلي يا أختي العزيزة بتقديم الوصفة تبعتك. ابتدت الوحدة تعمل سبرينكل، فيها حوالي 30 حبة فيها. ابتدوا تعملوا في الموز العادي أو البلانتوم الأصفر. أنا بحب أعمله في البلانتوم الأصفر، بس هم الحلو الفلبيني بنعمل بالأصل في الموز. في الموز هذا أول شيء بتقطعيه على حبة سمور، عندك خبزة أوكي، بتلفيها مثل ما بتلفي الورق الدوالي، يعني بتلفيها بالطريقة هاي. كيف الورق الدوالي بنلف نفس الشيء. وبتسكر بتعملي طحين ومي، طحين ومي بتعجنيهم مع بعضهم بتسكريها فيها وبتقلي. بتحطي بعد ما تقلي تحطي في الزيت القلي، تقلي عادي وبعدين تحطي بالقطر. أنا بس أخلص بفرجيكم إياه. أوكي، وهذا هو. يلا باي باي. حطيت كم حبة في الزيت عشان اقلو، بعد القلي بصفيها وحطها في القطر. بعدها تكون جاهزة للأكل. تحبوا تقدموها سخنة، تحبوا تقدموها باردة، مثل ما بدكم. هاي قناة أماني، أنا صاحبة ليندا. أوكي يلا باي باي. هذا هيك شكله صار. هاي ما شاء الله بستي كمان جنبها. هاي أسكى حلويات فلبينية بتنعمل وزاكي شغال شكل. وهذا هو، هاي المنظر اللي تبعها بصير. اوكي يلا باي باي. سي باي باي. بس 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 باي. اهلا اخت ليندا على هذه الوصفة الجميلة التي قدمتها لنا. اتمنى تنال اعجابكم ورضاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.